كرامة. أيها المناضلون في معركة الاستقلال والحرية والخلاص من نير الاحتلال وقيوده، أبنائي وأخواني الصامدين في جنازين الاحتكاك، في دروب النضال نلتقي، وفي المناسبات المتعددة المعاني نجدد العهد والولاء لشعبنا الجنوبي الصابر بمواصلة النضال معا والمضي قدما بمسيرة التحرر، مسيرة الاستقلال، مسيرة استعادة الدولة والهوية والسيادة. ما من شك أيها الأخوة والأخوات أننا نتجشم معا على مسيرة نضالية شاقة وصعبة مليئة بالتضحيات الجسيمة، وما من شك أن أبناء الجنوب أهلا لمواجهة تلك التحديات والمصاعب المفروضة عليهم والمنتصبة أمامهم على مختلف أشكالها ومصادرها. فلقد خبر شعب النضال وجربه، ولقد عرف المحتل إرادتنا وعزيمتنا القوية التي لا تلين ولا تنكسر. ولا شك بأن الناصر المؤزر سيكون حليفنا في آخر المطاف مهما طال يومه ومهما كانت تضحياته ثمينة. من هذه الذكرى المؤلمة، ذكرى يوم 7 يوليو الأسود التي واجهت شعبنا في الجنوب قبل 15 عاما، والتي دفن فيها نظام صنعاء مشروع الوحدة إلى الأبد، وعلى الرغم من نتلاها من ممارسات وأفعال همجية احتلالية مشينة تجاه شعبنا الصامد في الجنوب، إلا أنها كانت مصدر إلهام للشرفاء من طلايع الثورة الجنوبية السلمية المباركة. ومن هذه المناسبة تحديدا تشبعت الإرادة الجنوبية بالعزيمة والقوة والحماسة، ومن بين رماد الوحدة المغدور بها في حرب الفيدي والغنيمة انطلق المارد الجنوبي بكل عنفوان وشموخ يستلهم الملاحم النضالية من تاريخه المجيد، ويسطر نوالاته في مختلف المناطق والمدن والقرى والبلدان. يا أبناء الجنوب الأحرار، لقد رسمتم في مسيرتكم النضالية الحالية صورا مشرقة لم يشهد لها تاريخنا في الجنوب مثيلا من قبل، صورا من شأنها أن تضعوا ابن الجنوب في مكانته الصحيحة اللائقة به بين الأمم والشعوب الحرة التي ترفض الذل والهوان والاستعمار. ولقد اخترتم أنفسكم ما يليق بكم وبتاريخكم العريق وتطلعاتكم المشروعة، ووضعتم الجنوب وأهله الشرفاء في المنزلة التي تجعلنا جميعا نفتخر ونفاخر بها. أنما تسطرونه اليوم من ملاحم نضالية، أنما تجسد معاني التصميم والعزيمة وكل معاني الإخاء والمودة والتلاحم وكل معاني الأنفوان والقوة والحماسة وكل معاني التحضر والتمدن والرديء، أنها صورة مذهلة للنضال السلمي المتدفق بعزيمة أكيدة لا تنسي ولا تنسي أبدا. فسيروا على بركة الله جميعا يد واحدة، أمضوا في مسيرتكم النضالية ولبوا نداء الوطن الرازع تحت الاحتلال في كل مناسبة وطنية. فها هي مناسبة يوم 7 يوليو الأسود تفرضوا استحقاقها علينا، وها هي عدن السليبة تنتظركم أن تنتصروا لها وتلبوا نداءها يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله. أيها الأخوة، أيها الأخوات،
لقد تجاوز نظام الاحتلال في أعماله الوحشية الجمعية تجاه نضالنا السلمي كل المعايير والمقاييس التي مارستها قوى الاستعمار عبر التاريخ ضد ثورات الشعوب. فلا زالت قوى الاحتلال تمضي في غيها وغطرستها ووحشيتها وتفرط في استخدام القوة المفرطة التي تقتل بها أبنائنا بدم بارد في مختلف المناسبات والفعاليات السياسية السلمية. وحتى أن مراسيم تشيع الشهداء لم تسلم هي الأخرى من الجمع والمنع والقتل للمشاركين عبر الرصاص القناصة الذين يتم إعدادهم وتأهيلهم لارتكاب تلك الجرائم البشعة وفقا لتعليمات وتوجيهات من قبل قياداتهم السياسية والأمنية. كما أن حملات الاعتقالات لا زالت تتسع كل يوم في مختلف محافظات ومدن وقرى الجنوب. فامتلأت السجون والزنازين بالقيادين والمناضلين الشرفاء الذين اقتحمت منازلهم الآمنة من قبل قوات الأمن دون مراعاة لحرمتها وسكينتها ومشاعر أهلها، دون اعتبار لعاداتنا وتقاليدنا العربية والإسلامية. ووصل الأمر حتى قتل المناضلين في منازلهم وأمام أطفالهم ونسائهم تماما، مثل ما مارس العدو الصهيوني مثل هذه الأعمال الوحشية والجرائم ضد أخواننا الفلسطينيين. فهل يمكننا اعتبار سكوت أخواننا قادة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية علامة رضا عن تلك المجازر الوحشية والمظالم التي تحدث في الجنوب؟ وأنه لمن المعيب أن يتم استقبال موفدين رسميين لهذا النظام الهمجي في الكثير من الدول في الوقت الذي تمارس فيها حالة القتل وجرائمها البشعة ضد شعبنا في الجنوب. ومن العيب أن يقوم البعض من أبناء الجنوب في سلطة الاحتلال بالتستر على تلك الجرائم التي تحدث كل يوم لأخوانهم وأبنائهم في الجنوب. أنا نود في هذه المناسبة أن نلفت نظر قادة الدول العربية والإسلامية والدول على مستوى العالم إلى حقيقة ما يحدث في بلادنا من أفعال يندى لها جبين الإنسانية، ونحذر في نفس الوقت مما ينوي القيام به هذا النظام مستقبلا وما بدأ من تنفيذه فعلا في هذه المرحلة، حيث شرع في تشكيل ميليشيات عسكرية تحت شعار ما يسمى بلجان الدفاع عن الوحدة، وهي عبارة عن جماعات من أفراد القوات المسلحة والأمن يتم إنزالها في مسيرات بثياب مدنية، إضافة إلى الزج بأعداد أخرى من المواطنين البسطاء العاملين في سلك الدولة من أبناء الجنوب الذين يهددون بقطع مرتباتهم الشهرية إن منعوا في المشاركة. إن تلك المسيرات التي يجري الترتيب لها تعتبر ترجمة فعلية لتهديدات رئيس النظام التي أعلنها بخطاباته أكثر من مرة والتي قال فيها وبالحرف الواحد
أن القتال سوف يكون من طاقة إلى طاقة ومن بيت إلى بيت. أيتها الأخوات أيها الأخوة، فقد اختار هذا النظام أن يستجيب لمنطق الجنون والهستيريا بدلا من الاستجابة لصوت العقل والحكمة، بدلا من الاعتراف بهذا الأمر والقبول بفك الارتباط سلميا كما فعل الزعيم الخالد جمال عبد الناصر في مشروع الوحدة المصرية السورية، وبدلا من الاحتكام بدواعي الإخاء والمودة ما بين الشعبين الشيعيين والاقتداء بالنماذج الدولية المماثلة، فقد فضلت قياداتها السياسية فك مشاريع الوحدة فيما بينها بالطرق السلمية. اختارت القيادة في صنعاء اتباع نموذج ميلوزيفيتش في مواجهة تفكك الغليل الاتحاد اليوغوسلافي واستغلال جمهورياته من الهيمنة الصربية في شن الحرب وسفك الدماء، الأمر الذي أدى إلى محاكمة قيادة الدولة اليوغوسلافية في جرائم حرب ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الخاصة بيوغوسلافيا. إن الوحدة المعمدة بالدم يراد تكرارها الآن من جديد بالوقوف ضد النضال السلمي بالحراك الجنوبي الداعي لاستقلال الجنوب وعودة دولته الحرة كاملة السيادة. وبهذه المناسبة فإننا نطالب منظمات حقوق الإنسان بإدانة هذا الاحتلال المتعطش للدماء. أن هذه السلطة الرعناء إنما تعيش وتقوم على الأزمات، كما أنها لا تدير الأزمات إلا بصناعة أزمات أخرى، فها هي تقوم بصناعة الأزمات والمشاكل من جنوبنا المحتل حتى الصومال، ومنها سواد السلاح في اليمن وحتى خلايا القاعدة في السعودية، ومن اطلاق الجسر الجوي لتأمين تدفق الإرهاب الجهادي إلى العراق حتى عمليات تدفق المعدات اليمنية الرسمية والأسلحة والذخيرة باتجاه قراصنة المحيط الهندي وخليج عدن، وانتهاء بالإشراف على منافذ تهريب السلاح والمخدرات وغسيل الأموال. إن الواقع والحقائق الدامغة تستوجب على الدول الإقليمية والعالم رفع مظلة الحماية من سلطة الفساد والإرهاب في اليمن، ودعم متطلعات شعبنا الجنوبي في الخلاص من براثن الاستعمار البغيض. أيتها الأخوات أيها الأخوة، ونحن نرفع عاليا راية الاستقلال، ونحذر من نير الاحتلال، فإننا لا نشك لحظة واحدة أن النصر بات قريبا وأقرب مما يتصوره أو يتوقعه المحتل لنفسه، وأن رهاننا الأول والأخير في انتصارنا أنما يقع على اعتمادنا على أنفسنا وعدالة قضيتنا وصمودنا وتماسكنا. ولكننا من جانب آخر نود أن نتحدث معا حول الجانب القانوني لعدالة قضيتنا في النقاط التالية. أولا، أن إظهار الآلة الإعلامية الرسمية أن قرار العفو العام الصادر مع بداية إعلان الحرب عام 1994 هو تعبير عن تسامح رئاسي نحو الجنوب، هو في عين الأمر عفو عام للقادة المدنيين والعسكريين الشماليين الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الجنوب، وهي جرائم حرب لا تسبق بالتجاوز، ولا محالة
من محاسبة ومحاكمة المسؤولين عنه أمام القضاء الجماعي الدولي عاجلا أم أجلا. ثانيا، إن إجراء قانونية دقيقة لجرائم مجلس الأمن أرقام 924 931 طرح ما يلي. أولا، أن مجلس الأمن لم يدين إعلان دولة الجنوب في 21 من مايو 1994 من قبل القرارين، برغم اشتراط السلطة في صنعاء لاستئناف الحوار مع الطرف الجنوبي كما دعا إليه القرار 924، وكما دعا إليه القرار 924 يتم إلغاء ما سموه بقرار الانفصال، وجاء رد القرار 931 برفض هذا الشرط بتأكيده على ضرورة استئناف في الحوار السياسي بين الطرفين بدون أي شروط مسبقة، وهذا الرفض يتفق مع طبيعة تكوين الدولة اليمنية التي قامت على وحدة بين دولتين ذات سيادة كانت عضوين في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وبالتالي فإن إعلان 21 مايو ليس انفصالا وإنما إعلان عن فك الارتباط مع دولة الجمهورية العربية اليمنية. وقد عيدت جماهير الجنوب هذا المطلب عند صدور القرار، وتأكيدا لهذا الاختلاف في قرارات سابقة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أدانت في حالات أخرى من قبل هيئاتها صراحة وبنص قراراتهم، محاولات الانفصال التي جرت في الكونغو ونيجيريا في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، وعدم إدانة قراري مجلس الأمن لإعلان عن فك الارتباط مع نظام الجمهورية العربية اليمنية يوم 21 مايو 1994، عندما هو تأكيد أن الإعلان ليس انفصالا وأنما إرادة جنوبية لفك الارتباط. ثانيا، وبالعكس عما سبق ذكره، أدان قرار مجلس الأمن إعلان الجمهورية العربية اليمنية بالحرب على الجنوب باستخدام القوة لفرض الوحدة جسرا إعمالا لمبدأ حق الشعوب في تغيير المصير الواردة ديانة في المادة الأولى الفقرة الثانية وفي المادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يقضي في جوهره بأن تتم الوحدة بين الدول والشعوب والجماعات بصورة طوعية لا إكراه فيها. ثالثا، دعوة القرارين 924 و931 طرفي النزاع إلى حل مشاكلهما سلميا وعبر الحوار السياسي. ونلاحظ بعد مرور أكثر من 15 عاما من صدور القرارين لم تبدو السلطة السامعة بمطلب الحوار السياسي بل قامت في مواجهة النضال السلمي للحراك الجنوبي المطالب باستعادة دولة الجنوب المستقلة إلى جمع المظاهرات السلمية وقتل المواطنين الأبرياء العزل من السلاح والعمل على تشكيل ما تسمى بلجان الدفاع عن الوحدة وتسليحها للعمل مع القوات المسلحة وقوات الأمن في محاربة المواطنين في الجنوب والتمكين منه. وتأسيسا لذلك وانطلاقا من موضعي الرسمي وتحملا لواجبي ومسؤوليتي تجاه والجماعات بصورة طوعية لا إكراه فيها. ثالثا، دعوة القرارين
924 931 طرفي النزاع إلى حل مشاكلهما سلميا وعبر الحوار السياسي. ونلاحظ بعد مرور أكثر من 15 عاما من صدور إداري لم تلجأ السلطة السامعة بمطلب الحوار السياسي، بل قامت في مواجهة النضال السلمي للحراك الجنوبي المطالب باستعادة دولة الجنوب المستقلة إلى جمع المظاهرات السلمية وقتل المواطنين الأبرياء العزل من السلاح والعمل على تشكيل ما تسمى بلجان الدفاع عن الوحدة وتسليحها للعمل مع القوات المسلحة وقوات الأمن في محاربة المواطنين في الجنوب والتمكين منهم وتأسيسا لذلك. وانطلاقا من موقعي الرسمي وتحمل الواجب ومسؤوليتي تجاه وطني وشعبي في الجنوب، فإنني أطالب مجلس الأمن بدعوته الأعضاء الدائمين على وجه الخصوص أن تقوم الأمم المتحدة كما عملت في مناطق أخرى في العالم بالقيام بما يضمن أمن وحماية أبناء الجنوب، وإن كان قيام الأمم المتحدة لإدارة الجنوب مؤقتا ولفترة انتقالية يتم من خلالها الإشراف على عملية فك الارتباط مع النظام الجمهوري العربي اليمني. وكما أنني أجدها فرصة مناسبة لكي أعلن هذا بمناسبة هذه الذكرى المشؤومة 15 لنهاية حرب 7 يوليو المجارات والسياسات التي اتخذتها السلطة في صنعاء بعد نهاية الحرب لا نعترف بها مطلقا، وهي غير ملزمة لنا ولدولة الجنوب المقبلة قريبا إن شاء الله. وأذكر على وجه الخصوص ما يلي: أولا، رفضنا للتقسيمات الإدارية التي أجرتها سلطة الاحتلال خاصة فيما يتعلق بضم باب المندب إلى محافظة تعز وكذلك ضم مناطق شمالية إلى الضالع. ثانيا، رفض قرارات الخصخصة التي اتخذت بشكل حصري على مؤسسات الاقتصادية والتجارية في الجنوب وسلمت لنافذين في الشمال. ثالثا، رفضا لسياسة تغيير التركيبة السكانية لنقل مئات الآلاف من مواطني المحافظات الشمالية إلى الجنوب ليستوطنون. رابعا، رفضا لجميع قرارات توزيع الأراضي الجنوبية لغير أبنائه. خامسا، رفضا لامتيازات الوكالات النفطية والتجارية التي صرفت بغير مصلحة الجنوب وأبنائه. ونحن إذا نؤكد رفضنا لتلك الإدارات والسياسات فإننا نعيد التأكيد بما سبق أن ذكرناه في بيان السابق في 21 مايو الماضي، عدم المساس بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحل النزاعات الحدودية مع دول الجوار التي وقعت بعد 1994. سادسا، اننا نعتبر الجنوب منطقة منكوبة حيث يتعرض ابناءه للقتل والسجن والقهر والاذلال والتجويع، خاصة وقد عمدت سلطات الاحتلال مؤخرا الى قطع مرتبات جميع ابناء الجنوب المنخرطين في النضال السلمي لتحرير أرضهم، وهذا يعني تجويع جميع أبناء الجنوب والدفع بهم إلى حدود الفقر المدقع. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أجدد العهد والوعد بالصمود والنضال معكم أيها الشرفاء في جنوبنا المحتل حتى يتحقق النصر والاستقلال، وحتى نستعيد دولتنا المصادرة ونبنيها معا
كدولة متحضرة آمنة متطورة محجة لمصالح أبنائها ومحترمة لمصالح الآخرين. المجد والخلود لشهداء الجنوب الأحرار، والخزي والعار لدنس ورجس الاحتلال البغيض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.